بص اصل في ناس بتقول لي في ناس مثلا من طنطا اقول له انا بدرب في القاهره او في شبين الكوم يقول لي ايه؟ يقول لي لا انا مش بعيد مش جاهز. ليه؟ عشان يقول لي يا عم ده مسافه ساعه ولا ساعتين بيك كتير، ما عندكش فرع تحت البيت؟ اقول له لا ما عنديش. حضرتك من ايه؟ من جنة. جنة كم ساعه من هنا؟ 11 ساعه. انت ايه اللي جايبك يا مولانا ده المسافه؟ ما فيش بعيد على العلم. عايز اتعلم يعني تقول ايه للشخص اللي بيبعد عن السنتر مثلا ساعة اتنين تلاتة وما بيجيش، بانك خبط مشوار كم ساعة؟ 11 ساعة. انا اقول ربنا يهديك، وآية من القرآن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله يفتح عليك. بس مشوار يستحق؟ يستحق طبعا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن وعباد الرحمن
وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن على نفس الدرجة ما بيزيدش وعباد الرحمن وعباد الرحمن سنقفل لا وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الله كرت وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن وعباد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم
سلاما. الله ممتاز. رصدر. وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.